أخيرا أخواتي وأخوتي هنا، بعد مسيرة عام كامل، سنة كاملة ولله الحمد، أحمد الله العلي القدير الذي أعاننا نحن وإياكم على أداء هذه الرسالة. بدأنا من مثل هذا الشهر، من شهر 8، وننتهي في مثل هذا الشهر لمدة عام كامل ونحن ندرس اللغة العربية. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى علينا، أن درسنا هذا العام الكامل في اللغة العربية. أسأل الله العلي القدير يجعله لنا ولكم في الحسنات، ألا يحرمنا وإياكم هذا الأجر، وهو علم استفيدوا منه في بيتكم وبين أهلكم وبين أصحابكم، وانشروه في العالم كما تستطيعون. وجزى الله خير الجزاء هذا المكتب الذي ساعدنا ويسر لنا هذه الأمور حتى استطعنا أن ننتهي من لغة القرآن. هذه اللغة هي لغة القرآن التي سوف نتعلم بها، نقرأ بها القرآن، نفهم بها القرآن، نتعلم بها ديننا ونفهم بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. All praise be to Allah subhanahu wa ta'ala. My brother and my sister in Islam, thank you so much for completing our whole course of Medina, book 1 and book 2 and book 3. Alhamdulillah, you get inshallah more knowledge, more khair, more faida. This is the language of Quran. This is the language of our religion. This is the language of Jannah inshallah. Please, my brother and my sister, keep learning more and more. Spread this language with your family, with your friends, with your children, and everyone he needs this language. This is kind of khair and aman.